بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشا يثنينا سراب خادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي، مني إليك أيا حبيب تحية، فعسى بها في الحشر أن تلقاني فتقول يا ربي، فتقول يا ربي عفو عنه، فإنه قد كان يمدحني بكل مكان، يا ربي صل على النبي وآله، يا ربي عطر بالصلاة لساني. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الآن فمع ثاني فقراتنا المحمدية الجعفرية، وكلمة الحفل لخادم أهل البيت الخطيب محمود الساعي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. مقدمة قبل أن أدخل في الموضوع، هو أن الخلق الحسن، هناك أخلاق فاضلة وهناك أخلاق رذيلة. الخلق أساساً هو ملكة نفسية تصدر من الإنسان بلا تكلف. الخلق الحسن، حتى نصف إنسان بأنه ذو خلق حسن، مثلاً الأخلاق الحسنة: الصدق، الأمانة، الإخلاص، العطاء، الكرم، السخاء، وغيرها من الأخلاق الحسنة الفاضلة. متى يحق لنا ويصح لنا أن ننسب هذا الخلق لفلان من الناس؟ يعني متى نقول هذا إنسان صادق؟ هل إذا سمعناه صدق في موقف واحد يحق لنا أن نقول بأنه صادق؟ لا، يحق لنا بأن نقول من خلقه الصدق؟ لا. حتى يتبنى الإنسان خلق معين لابد أن تتوفر فيه ثلاث شروط، وهذه مهمة، لأننا إذا أردنا أن نكتسب عادة معينة لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. فمتى يحق لنا أن نقول هذا الإنسان ذو خلق أو صاحب خلق صادق، أو فيه صفة الصدق، أو من أخلاقه الصدق؟ لابد أن تتوفر شروط ثلاثة: واحد، أن يكون فعله فعل خير، يعني عمل أساسا خير، هذا الشرط الأول، لأن الخلق الحسن هو فعل الخير. واحد. اثنين، أن يصدر عنه الفعل طوعا واختيارا لا جبرا. فأنت إذا مهدد واحد قل له: إما أن تصدق أو أقتلك أو أؤذيك، فهذا يصدق معك. بما أنه صدق جبرا ما نقدر نقول من أخلاقه الصدق، لأن الصدق ظهر منه مو عن طوعه واختياره، وإنما عن جبر. إذا واحد، أن يكون الفعل حسن خير. اثنين، أن يكون طوعا لا جبرا. أحيانا يصير شباب يقعدون مع بعض فيقولون: خلينا نصدق الفلان، ندفع له مبلغ مثلا. كل واحد يقوم يطلع مبلغ ويطلع ويطلعه ويدفعه. واحد قد يكون هو أساسا ما يريد يدفع، ولكن حياء من الحاضرين مضطر يقوم يأخذ المبلغ ويدفعه جبرا مو باختياره. هذا ما نقدر نقول من خلقه السخاء والعطاء، لأنه صدر منه جبرا لا خيارا. هذا الشرط الثاني للخلق. إذا واحد، أن يكون فعل خير. اثنين، باختيار الإنسان. الثالث، أن يصدر منه بتكرار، مو مرة ومرتين يصدق فنقول هو من خلقه الصدق، حتى ننسب له هذا الخلق
لا بد أن يصدر منه باستمرار في غالب حياته صادق، في غالب حياته أمين، في غالب حياته سخي، في معظم مواقفه كريم. نقول ما دام استمرت هذه الأفعال وصدرت عن اختياره وهي فعل خير، إذن نسميها خلق. انتبهوا لهذه المقدمة. ندخل بالموضوع. الله عز وجل أرسل الأنبياء، طبيعي كل إنسان لديه حجتان، حجة باطنة وحجة ظاهرة. يعني يوم القيامة إذا تقول الله أنا ما عرفتك وما عبدتك ما حد خبرني، يقول لك عندك حجتين، حجة ظاهرة وهم الأنبياء، وحجة باطنة وهو العقل. الإنسان لو ترك وشأنه بلا نبي بلا مبلغ يستطيع بعقله، هو منفرد بعقله أن يصل إلى وجود الله عز وجل حتى بدون أنبياء وبدون بعثة أنبياء. لذلك ابن طفيل ألف رواية رائعة جدا اسمها حيان أو حي بن يقظان. قصة طفل هي قصة خيالية لكن تبين مغزى القصة، أن الإنسان بإمكانه أن يصل إلى الله حتى بدون أنبياء، يعرف أن هناك إله حتى بدون أنبياء. حي بن يقظان هو طفل ضاع عن أمه في عباب البحر وألقت به الأمواج على ساحل جزيرة، ثم تبنته غزال صارت ترضعه إلى أن كبر. قصة فلسفية. وصار يتأمل في المخلوقات في الموجودات تدريجيا وهو يعيش وحيد في هذه الجزيرة، إلى أن وصل سؤال بعد سؤال إلى وجود الله من خلال الحجة الباطلة. طيب، الله عز وجل بعث الأنبياء وأمرنا أن نؤمن بالأنبياء جميعا دون استثناء، مو بخيارك تؤمن ببعض الأنبياء وتكفر ببعضهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، بعد أن بعث الأنبياء فاضل بينهم ومايز بينهم وجعلهم مقامات، فمنهم نبي فاضل ومنهم نبي أفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، هنا واحد يسأل يقول شلون هناك الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله، ما بيهم تفرقة، كلهم على مستوى واحد، وهنا يقول فضلنا بعضهم على بعض، هذا ظاهره أنه متعارض متناقض. يقول لا، لا نفرق بين أحد من رسله بالإيمان بهم دون تفريق، تؤمن بجميع الأنبياء، ولكن فضلنا بعضهم على بعض بالمقامات. ثم يجي القرآن ويختار من هؤلاء الأنبياء صفوة، هم النخبة، هم الأفضل من بين الأنبياء، أعلى مقاما وشأنا، سماهم أولو العزم، سماهم أولو العزم، وهم أفضل من بقية الأنبياء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهناك أنبياء من أولي العزم وهناك أنبياء ليسوا من أولي العزم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، مو من أولي العزم. طيب، إذن القرآن بعث الأنبياء أمرنا أن نؤمن بهم جميعا، ثم اختار منهم صفوة هم أولو العزم، ثم اختار من أولي العزم أيضا أفضل الأنبياء وسيد البشر وخير خلق الله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأكرمه وفضله ورفع شأنه ومقامه فوق بقية الأنبياء والبشر. فلما أراد الله عز وجل أن يكرم الأنبياء أكرمهم بطريقة، ولما أراد أن يكرم رسول الله أكرمه بطريقة مختلفة. لما أراد أن يكرم آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ولكن لم يكن الله معهم في هذا التكريم لأن هذا لا يليق بشأنه عز وجل، فسجدت الملائكة.
ولكن لما أراد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الملائكة فقط، إنما ابتدأ بنفسه عز وجل ثم أمر الملائكة، فقال إن الله وملائكته، إن الله أول بعدين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكثر من ذلك، من تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل اسمه مباركا ميمونا، تحل البركة ويحل الخير أن وجد هذا الاسم. في الرواية إذا أكو قوم مجتمعين بيناتهم حديث أو يريدون يتخذون قرار، فحضر بينهم من اسمه محمد أو أحمد فأجلسوه معهم إلا خير لهم، يعني جعل الله لهم الخير في قراراتهم فقط ببركة هذا الاسم. فلنحرص في بيوتنا على الأقل عندنا واحد اسمه أحمد أو محمد، لأنه اسم مبروك. بل جعل الله عز وجل شرط استجابة الدعاء بذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. كل دعاء، إمام الباقر، يرفرف على العبد حتى يذكر أو يصلى على محمد وآل محمد فيرتفع إلى السماء، وكل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أكثر من ذلك أزيدك، أجل القرآن وصار يمتدح الأنبياء فأفرد لكل نبي صفة أو صفتين. وصف أيوب فقال نعم العبد إنه أواب، وصف نوح قال إنه كان عبدا شكورا، وصف عيسى قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، وصف إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم، وصف يحيى وسيدا وحصورا، وصف موسى ونبيا مخلصا. لكن لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرد له صفة أو صفتين، وإنما وصفه وصفا شاملا جامعا كاملا يحوي ويجمع ويختزل كل الفضائل والكمالات، ما أعطى صفة أو صفتين، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. الآن نرجع للمقدمة اللي ذكرتها. الله يقول له يا محمد حويت كل الأخلاق، أتاك الفضل من هنا وهنا، فكنت له كمجتمع السيول، كل الفضائل تجلت فيك يا رسول الله، كل الأخلاق الفاضلة تجلت فيك يا رسول الله. هذا معناته قلنا متى نسمي هذا العمل بأنه خلق فاضل؟ إذا توفرت فيه شرط، ثلاث شروط: أولا عمل خير، ثانيا باختيار الإنسان، وباستمرار. الله عز وجل كأنما يقول له يا محمد أعمالك كلها خير، الشرط الأول الخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. اثنين، وباختيارك، مو جبرا، أنت أمين باختيارك وصادق بإرادتك، ما أجبرك الله على الصدق. ومن تقول النبي صادق مو مثل ما نقول أنا أو أنت صادق، من تمدح فلان تقول هو صادق أو تصف بأي صفة من كمالات الأخلاق، هذا مو معناته أنه تجلت فيه الصفة 100%. فلان صادق يعني يمكن 60-70% من حياته صادق، بس ربما يكون غير صادق في بعض المواقف. لكن لما تنسب هذه الصفة لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني مطلق الصدق تجلى في رسول الله. فالشرط الثاني للخلق يا محمد أنت صادق وتجلت فيك الأخلاق بإرادتك، هذا باختيارك، مو كما يدعي البعض أن العصمة جبرا. لو كانت العصمة جبرا للنبي أو للإمام لما كانت فضل، ما بها أي فضل، الله جابرة، ولما كانت خلق حسن، لأن من شرط الخلق الحسن أن يكون باختيار الإنسان. بعد الشرط الثالث مستمرة، يا محمد أنت سجيتك ودأبك وعادتك أنك على خلق عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين لرسول الله. طريق محبة الله، طريق أن يحبنا الله، هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط، لا يمكن أن نصل إلى محبة الله لنا
إذا تجاوزنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بطاعة رسول الله ماذا يريد وما الذي ينهى عنه. بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله يحبنا الله عز وجل. نسأل الله أن نكون من المخلصين لرسول الله، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشكر فضيلة الشيخ محمود الساعي على مشاركته القيمة، ونتمنى له كل التوفيق.